جلس فريد من جماعة السلالية ديال المهدية اللي تنتمي هاد الجماعة السلالية ديال المهدية. غير المشكل اللي عندنا مشكل بالنسبة لهاد الأرض اللي دوزوا النواب النائبات دوزوها للشيبو بدون استشارة مع ذوي الحقوق. هذه من جهة. من جهة ثانية ترى مع الملعب اللي هو ديال المجلس البلدي اللي هو ديال ولاد الشعب كاملين ترمى عليه هذا السيد هذا باسم النائبات. النائبات هذا الشيء اللي داروا بدون استشاره ديال ذوي الحقوق. وهذه الارض هذه كلها مشجره ما يزيد على 99 سنه وهي مشجره. اليوم جا هذا المستثمر هذا بغى يديها ما فهمناش كيفاش. نعم ازيد من ما يقارب شهرين وانتم معتصمين الان، واش المسؤولين فتحوا معكم شي حوار؟ ما كاينش شي حوار. الحوار اللي كاين دابا حاليا تيقول لك تنقصوا ليه من الارض تخليوه تما. حنا بالنسبه لينا حنا باش نقصوا ليه ولا نزيدوا ليه في الارض ما يمكنش لنا. هذه غابه ما يزيد على 99 سنه، بغينا حنا يبقى هذا الحزام هذا كما هو، حيت هذا الشجير اللي كاين اليوم هو اللي ندير هاد التربه. لا هبطنا من جهه ديال المرسى كاين هذاك الجراف ديال التربه. هاد الشيء علاش كاين هاد الشجير هذا هنايا على حساب داك الجراف. هذاك الجراف ديال التربه لا جا هاد السيد هذا هما تيقولوا بان ما باغيين يحيدوا 73 شجره. 73 شجره، اذا لا حيدوا 73 شجره بان ما هاد الجبل هذا كامل غادي يطيح. وماشي حنا في العقول ديالنا بان ما ديجا كان تحيد شجر وطاحوا بعض القهاوي اللي كانوا طاح عليهم الجبل. كاينه هنايا في جنط البور، لا دزنا من تما راه غادي نشوف. والدوله راه خاسره ملايير. نعم. ماشي مليون ولا جوج ولا ثلاثه، بانما خاسره ملايير على هذا الترميم ديال هذا الجبل هذا. نعم. اللي اليوم اللي جا هذا المستثمر هذا باغي يحيد هذا الشجر هذا وحيد هذا المشروع. هذا المشروع هذا ماشي في صالحنا حنا كساكنه. نعم. حنا باش يعرف المغرب كامل يعرف بان حنا ماشي ضد الاستثمار. نعم. وماشي ضد المشروع. نعم. حنا المشروع بغينا هذا المشروع، ولكن ما يكونش هنا في هذه الغابه هذه. المستثمر اسبقكم ومشى للقضاء، نتوما واش نتوما رفعتوا شي دعوه في هذا الباب؟ بالنسبه لينا حنا هو الدعوه اللي رفع بينا هو تيقول لك بان ما حنا ترامينا ليه الارض ديالو هو. حنا بحكم الجري ديال السيد الرئيس ديال الجمعيه وهذا وجرينا وقلبنا لقينا ديك السيد ما تيتوفرش على ذوك الوثائق اللي هما كاملين. الوثيقه النهائيه ديال الداخليه ما عندوش وثيقه ديال النهائيه ديال الداخليه وناض هو تيبني. مهما حنايا طلينا بان ما عندوش هذيك الوثيقه هذه، حتى حنايا جينا قلنا ليه تحبس لينا من الارض ديالنا